طب وضحني طب هيك انا مش راح تصوري الكل اللي من الانترنت اللي توكس نيو وعملوا ليش كيما بوغيس كويون ولا شكون نتاع الصلصه نتاع الصلصه نتاع الصلصه الكل مش نحيهم ما تردوه مسكين لا ما يهبطش كمان مشى حتى الاسكالي نتاع الطياره واحد انا ما سمعتش بها حكايه فرنسا اللي هي تخلص في ليفول هذوك كان في الفيديو فما جات واحده فلوكه ان غون باتو دو 5000 بيرسون بور باش شكون pour faire sortir 5000 égyptiens ou قداش من ouais يلزم بابو enfin في الاخر بصينا كلي بنغلا جماعه بنغلاديش ظهرت كيف تكونهم بعدين بس سلمناوهم ما قاولوا حل قالت مع الصوماليا نعرفش واحد شنو ليدونتيتي نتاعو ما حبوش يروحوا جيب ما تجيبوا لهم شي هزوهم وكل شيء قالك لي ما تحركش عجبتهم القاعده مع الجماعه اللي عندنا في الصومال اللي شادينه تعرف عندنا 24 بحار مساكن مسدودين نسينهم كومبليتمون اي جمعت الصومال لا يزير زيد قال من يلي بير احنا نشدوا واحد صومالي ونقول لهم رجعوه لكم كما ترجعوا التوينس نتاعنا نتاع حنا بعد مو سي سا النذير عرفش عملوا لي صوماليا لي بيغات اما هما ضارفين طالبين غوصون فيه لي بيغات اللي 300 دولار اللي شدوا في البابورات في القديكة في المغوج شدوا بابور تقريبا بابور من كوري دي سود شدوهم جماعه من كوري دي سود وهزوهم الحبس في كوري دي سود ما تحبوا راهو اول كلمه قالوها لوجيسيس ليه شكروا لي كوريان على الكاليتي دو في في البريزون اللي حطوهم فيه فرنسا ما فيها نتاع السودان في البحث في السودان انا بالنسبة انا بالنسبه ليا انا ا مون افي جو تروف دي جوستيفيكاسيف دي جوستيفيكاتيف لل لي زاكت دو بيراتري في في الصومال خاطر تو سامبلومون ليتا نيكزيست با لوجيكمون اي واحد يتعدى بار دي مير بور فولي لي بواسون ولا فولي il doit payer des taxes فهمت puisque Roma ne paye pas de taxes donc il prend leur dû معناتها malheureusement اي اكت حتى كان هو اللي جوستيفيي à l'origine يعمل il dévie ou il un اكت terrorisme ça devient du terrorisme le problème هو اللي يرخص هاش دي الوحده اسمع صورت لاولادي غنيوا الجمعه اللي فاتت اي صورت اولاد نتاع نتاع الراب فسخت الفيديو عليه خاطر في الاخر فسدوها في الاخر الكل كيفاش فسدوها ما في الاخر لا لا حسب الله ولا حسب الله والنهضه بتولا وقت لا اله الا الله لا لا هذيك غنيتهم غنيتهم لا 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 غنيت جديده تولا نتاع مش غنيت شو اسمها هذيك مش ارماجيدون مش غنيت ارماجيدون لا لا مش ارماجيدون حزب التحرير تعرفت معاهم هذوك قدام سفاره مصر جد معايا وحده اتي حزب التحرير معايا امراه اتي هي بدات تحكي ونحكي وكي واحد منهم شافها اتي ضربوا زكي واش بده روحه شافها اتي باش عرفها هي تحكي قالت وين اتي وندرسوا واش بده روحه وهرب بجوني خذ يا اخي شبيك انت مسلم قلت له الاسلام مش كونتر لو ريزاتي مش كونتر حتى حد كومون وانتم قلت له سمعتكم مشوهه يلزمك تحكي مع نابورت كي فماشي ما تنظافوا شويه باش ينجموا يقبلوك في السوسيتي ما عادش يفهم كومون والله برجوله كيف فيش لو راب معناتها كان ستيل موزيكال بور موا سي جون نيك لا مير واش واش يو يو مش حكي لي على الاسلام والقران والمسيح دلي رايك دلي رايك لا لا عندهم كمان غنيات تحف مع عندهم علوي اما بجيو في اخر وحده في الاول وفي الاخر علوي اسمع انا اوكي عندهم باج كامله باج في فيسبوك وشان في يوتيوب وكل شيء يفون دو بون ترافاي لا